مولود الأسد شو بتقلك؟ الأفلاك بآخر أسبوع من شهر تموز جولاي يوليو 2022، بتقلك بتجتاز فترة دقيقة وصعبة بوقت بتحاول خلاله أنك تحقق بعض الأهداف، هيك ببلش الأسبوع الأخير. بس بيحلالك الجو بين الأحد 24 والتنين 25، بتضاعف بهاليومين مبادراتك الناجحة والجريئة، وبتثبت جدارتك وقدرتك وقوتك. بتتعامل بدبلوماسية وحنكة مع فرص تتاح لك، وربما تعيد مشروع كنت تركته جانبا أو أهملته بالسابق. القمر الجديد الخميس ببرج السرطان بيرجعك شوي لورا، ابتداء من الأربعة 27 بتبلش هيك تنظر لورا في حنين ذكريات، أو بتعالج قضية قديمة، أو بتفتح ملف غير منجز، أو بتكمل شي بدأته، أو بتوضع حد لعلاقة ربما. هيدا ما بيعني إنك ما بتعيش بعض الحيرة، لكن بتتعامل بطريقة صائبة متحلي بالثقة بالنفس وغير مهتم بآراء الآخرين. بتكون بأوج جاذبيتك بين الجمعة 29 والسبت 30. هاليومين كتير مميزين، بتدافع خلالهم عن مصالحك بمهارة. يمكن تعدل بطريقة العمل يوم الأحد 31، وربما تطرق باب جديد أو بتحضر للقاء أو استجواب، وبتكون جريء بعرضك لبعض الأمور.